FM. الكلمة ليك. Eminem, lose yourself. توا سنة حتى لستة غير أربعة. مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل على كابا فيم. نذكركم اللي على الباج فيسبوك نجموا تجاوبوا وقتاش تأسد شركة أبل وتربحوا معنا 6 انفيتاسيون للفيستيفال دي كولور. نذكركم زادة اللي عندكم انفيتاسيون للسواري اللي منظمتها ترافل تو دو. كيتكلمونا على 31 36 37 50. نحكيو اليوم على السيفيل انجينيرينغ داي في الإديسيون الثانية نتاعها من عند المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. لينيت مرحبا بكم جماعة اللي بحذاه دونك وي ام فوالا هكا وي ام رجب بعدنا زادة رائد فقيه ولا فقيه ولا وما مهدي تميمي ماكش جايب علينا ديما بحذانا هوني في كابا فام. نحكيو اليوم على الاديسيون الثانية. مرحبا بكم يا جماعة. جيتو بكري برشا في الوقت وديجا ديت انجينير على غير عشا وبحذانا تخاف كيف وياك وانا جيتو بكري مستحيل. دونك الاديسيون الثانية نتاع سيفيل انجينيرينغ داي دونك فوروم هو فوروم في لينيت ان شاء الله. دونك قبل كل شيء تحكيو لي شوية على الكلوب نتاعكم انتوما. باهي داكورد. دونك الكلوب بفضلك انا متعدي بطبيعتي باهي داكورد. اوكي هو الكلوب ديجا من اقدم الكلوب اللي فما في لينيت بازي دونك في الجيني سيفيل. فيه جماعة الجيني سيفيل والهيدروليك بروميير اني دوزيام تخوازيام جماعة لينيت الكل. نخدموا سور بوكو دو فولي كو سوا لي فيزيت دو شونتيي دونتربريز لي فورماسيون سيلف ديفلوبمون بيرسونيل كل فازيت و دي زيفينمون. عملنا ديجا ان ايفينمون انسبيريشن داي قبل و توا هذايا لو دوزيام سيت اني. هذا بالنسبه للكلوب نتاعكم عنده برشا يوش تقدرش في ميمبر ابري هكا الكلوب او توتال او توتال اون سنتين كو سو ميمبر بروميير دوزيام و تروازيام بون ميمبر اكتيف اون فادي اون بون كارانتين. طيب بيان و لي زيفينمون اللي خدمتوهم قبل ريماركابل ياخذوا لكم هكا تذكروا برشا بار ليديسيون الاولانيه نتاع سيفل انجينيرينغ داي نجم تعطيني. وي خدمنا عملناه الانسبيريشن داي بروميير اديسيون بعد سيفل انجينيرينغ داي وبعد انسبيريشن داي دوزيام اديسيون وبعديك هذا ان شاء الله السنه. فوالا هذا الرابع. فوالا هذا الرابع. دونك ابار سا شنو هو السبيسيال في ليفينمون هذا؟ تيماتيك شنو باش نحكيو شنو باش نلقاو ديما نمشيو للفورماسيون دي ستوديون دونك شنو باش تزيدوهم راه هذا؟ سبيسيال في ليفينمون هذايا اللي هو معناها بون في تونس جينيرالمون في ليزيكول دانجينيور ما فماش معناها جورني كامله للجيني سيفيل. دونك ليفينمون هذايا هو معناها سبيسيالمون للجيني سيفيل دونك هذايا معناها فرصه لل معناها العباد الكل اللي كونسيرني بالدومين هذايا واللي يحبوا يعرفوا معناها اكثر ديزانفورماسيون على الدومين جيني سيفيل باش معناها مرحبا بهم في لينيت معناها في ليفينمون تاعنا هذايا. فوالا الانسكريبسيون اللي اوفرت دونك ينجم يكون حتى موش من لينيت جيني سيفيل ايور ينجم يحضر اي جيني سيفيل ولا مش جيني سيفيل معناها حتى اي بون اي دومين مي هي معناها جورني كامله سبيسيالمون لجيني سيفيل هذايا الحاجه السبيسيال اللي فيها. بلا دونك شنو نجمو نلقاو شنو شكون لي سبيكر اللي باش يتكلموا شنو نجمو نلقاو كسبيسيفيسيتي على الجيني سيفيل بما انه قلت اول مره يتعمل جورني كامله للجيني سيفيل شنو نجمو نلقاو مهم بالنسبه للي تابعين الدومين الكل نتاع الجيني سيفيل. اون فيت اون ايساي ديما دو تريتي دي تيم داكتواليتي العام اللي فات حكينا على ليكو كونستركسيون والبري فابريكاسيون المره هذه قلنا باش نحكيو على les techniques de forage, techniques horizontales, c'est lié au domaine génie civil, maroufine, ou les problèmes géotechniques en Tunisie. Voilà, les problèmes géotechniques en Tunisie, les problèmes hofrotiques en Tunisie. On a dit les génies civils, les ingénieurs, les radins, les créateurs, tout par cas, les dimanches, les chalas dimanches. Je suis en train de dire que les blés, les événements, les événements, quand je fais des choses qui m'ont fait, je suis en train l'infrastructure, on a les blés qui fait chalet, je suis en train de dire que la jeunesse a l'énergie, il y a un peu de temps de la bête, il y a un peu de temps de la bête, il y a un peu de temps de la bête, البوسيبيليتي الافكار نتاع لي زيفينمون هذوما انكم تتلموا في بعضكم تقروا وحدكم بما انكم انتم اما لي دومين تاعو معنا. فوالا هو ديجا البيوت نتاع ليفينمون هذايا باش نحكيو على لي بروبليم هذوما معناها احنا في تونس ما شاء الله معناها الانفراستركتور نتاعنا مش تاعنا مش تاعنا تعرفنا هي احنا بنعرفوا احنا نعملوا معناها لي زيفينمون هذوما باش كيما معناها تو لي زيفينمون هذايا بازي الاكثريه على تو سكي معناها جيوتكنيك باغ اكزومبل التيم الاولاني معناها على الفوراج هوريزونتال بون ريلاسيون افيك تو سكي سول وكذا الصبا معناها هذايا بون الصبا باهي في الجونس جو دمو فوالا معناها باش نحكي شويه كمل حكينا على الصبا
نقعد على الكرسي خاطر فشلت انا. باهي نرجعوا نرجعوا. لا لا كمل انت حب افكارك لازم في تقص. احنا شي مكفينا نحكي لك على التيم الاولاني اللي هو ترانش ليكس تكنيكس توداي انت مور. حاسيلو التيم ذا بون هو لا مش حاسيلو كمل. هو الفوراج اوريزونتال باغ اكزومبل معناها احنا في باغ اكزومبل عندنا كياس في عظمى باغ اكزومبل. هذاك علاش قلت باغ اكزومبل خاطر ما عندناش كياس. صحيح صحيح الجمله في بلاصتها خاطر في عظمى نوقفوا السيركيلاسيون كل معناها باش نعملوا ترافو واحد نعملوا وليو نعملوا الفوراج اوريزونتال والسيركيلاسيون ما تقفش. اه داكور داكور حلو برشا. حلو الفكره معناها في البيريود دي ترافو اذا كان باش نعملوا تحسين ولا باش نبدلوا في الكياس اوترومون دي الخدمه الكل تصير لودا والفوق عباد تمشي بمضاوه. فوالا هذايا الافونتاج نتاعها. فما بوسيبيليتي باش نصلحوا تو سكي. فما بوسيبيليتي باش تحول الكل. بون هذايا فوالا دونك هذايا نقطة اللي هي التكنولوجيا جديدة تحسها معناها حاجة جديدة في تونس ظهر لي عمرنا ما خدمنا بها. ما نعرفوش انا نعرف في فرنسا في تونس خاطر الفوراج على باز فيرتيكال دونك نوليو هوريزونتال ميثود فوالا ميثود ميثود اخرى تنجم تحل برشا مشاكل في تونس بما انه كل شيء يستحق تصليح في تونس دونك لي ترافو نورمالمون باش نحلوا دي ترافو. هو التصليح يستحق تونس هكا صح برشا. النقطة الثانية النقطة الثانية اللي بروبليم جيو تكنيك اون تونيزي معناها تو سكي كيف كيف معناها باش نحكيو باش نعملوا كل كونفيرونس معناها نسمي لي سي مسيو منير بوحيدة عندنا الحق نسميوه. اي اسامي باركة مش شركات لا فوالا هذا ديجا بروفنا ديجا قرينا في لينيت تري كونيو قوي برشا في تو سكي لا ميكانيك دي سول وكو دومين هذاك. بون باش نعطي بوكو ديتاي على الميكانيك دي سول سي السول كيفاش معمول وكيفاش لي ديفيرسمون فوالا. انا ثم حاجه بركة مش فاهم حاجه معروفه السول اي معروفه فوالا انا شفت هكا لا ولا نجم ولا نجم جست خاطر حاجه بركة فهمتهاش انه وي ام بحذانا في استوديو ما تكلمت الجمله دونك اعطيها شويه الميكرو. مرحبا وي ام نعرف وجهك احمر وكذا ما يسالش الميكرو راهو ما يعمل حد شيء دونك اقرب شويه للميكرو باش نسمعوك. مرحبا بك وي ام. برمينا انت وي ام معناها اول مره اول عام في الكلوب انت وكيفاش لقيت الاولاد يتعاملوا معك سافا معناها تصوروا بالكاميرا ما هدش بالك تصور هذاك خاطر الراديو اي لا سافا على الاخر سافا على الاخر فوالا جوست رجعنا للميكرو مهدي دونك قلت لي سافا على الاخر سافا على الاخر كملوا نحكيو على لي زانترفونون اللي بيكونوا موجودين دونك بروفكم اللي قاري فيكم ديجا شكون شكون اخر؟ شكون اخر؟ بون لاني جو في دوفوار سيتي ان سبونسور في داكور ان بارتيسيبون دو تيراسول كوني هو تورو دو يعطيونا اكزاكتومون الاسم وكل شيء هو اللي باش يحكي على لي ديتاي وفما في البارتي الاولى على الكونفيرونس هذايا نتاع الفوراج هوريزونتال مسيو عاد فخميري بزنس ديفلوبمنت مانجر في اتش دي انتربوز فوالا دونك انتم ياسر تابعوا الاكتواليتي بالنسبه للايفينمون هذايا تحكيوا على شنو يمكن ناقص اليوم في تونس شنو يلزمكم على شنو يلزمكم تركزوا في 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 تونس تلقاو في 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 استجابه فما بوتيتر نجموا نمشيو ابعد من ايفينمون وتعملوا لما هكا لي ستوديون اللي موجودين الكل مع لي انجينيور ونشوفوا حلول بوتيتر للحاله المايوس منها. ديجا احنا من لي انفيتي نتاعنا معناها لي انجينيور معناها لي شيف دونتربريز لي ريبريزونتون تاع لي بيرو دو تيوت معناها هذوما الكل نورمالمون معناها مش يصير ديبا في نجموا معناها نلقاو في الموضوع هذا دونك الانفيتاسيون نذكر للناس الكل اللي مربوطين والا عندهم علاقه بالدومين جيني سيفيل ذكرنا بالدات غدوة 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 ا بارتير دو 9 اور كالعادة سور توت لا جورني على فكره دونك سيت ان فوروم سا فيتير ديبا بوز ميوزيكال بوز ديجوني وفما حتى جروب باش يجينا اللي هو براذرز براذرز ذا براذرز اي نعرفهم يا دونك هذا بالنسبه للبروجرام فوالا بالنسبه للبروجرام يبدا من 8:30 اكوي دي بارتيسيبون بعد فما مودو بيان بيان فوني اون فا ابوردي لو برومي تيم بروميير كونفيرونس ديبا بعد بوز كافي هذا سي فا اتر اوز الونتور دو 10h15 بعد دوزيام كونفيرونس نتبعهم مش خطاك منهم ما تركزش معايا انا نبيل هكا بوست ديجوني فيزيت دي ستون بوست كافي وان شاء الله كلوتور دو لو فوالا التنظيم الامور الكل الامور الكل مشات سافا منظمين ككلوب تخدم عندكم برشا ديجا دونك كل شيء منظم سافا سافا بيان حتى في السبونسورينغ مريقلين جاوكم باهي امورك واضحه شنو الانسكريبسيون نسولوا عليها فوالا الانسكريبسيون ما نعرفش فما سيت انترنت بور بور سانسكريغ ولا يجيو العباد سبونتاني سور بلاس سور بلاس تصير في فوالا دونك غدوه 9 تاع الصباح وبلاش وفما تمخميخ فما بوست ديجا
sûr, fama musique. Donc c'est le plus important. Fama fama voilà le forum génie civil donc باش تحكيوا اكثر على الدومين هذاك كل اللي بالحق حاجه في تونس يلزم يتحكي فيها. ظهر لي اليوم كي نشوفوا دي ستوديون هما اللي خذوا الانيشيتيف وبداو يحكيوا على المشاكل في تونس وسورتو دي سوجي داكтуаليتي اليوم تقول على الاقل او موا توا ما فما حد شيء اما القدام فما فما الجينيراسيون اللي جايه قاعده تخمم في شنو نجم نعمل لتونس في كيفاش نجم نحفر تحت العباد فهمتوا خليهم يمشيوا هما الفوق اي تحفر تحت العباد ديجا والصبه امورنا مريقله معناها هذوما حاجتين ديجا في جيني سيفيل موجوده في الحياه الاجتماعيه العاديه نتاعنا نحن دونك هذه حاجه نورمال برشا باهي نخليكم كلمه الختام خاطر ما عادش عندنا برشا وحده تقول كلمه الختام اي بلا باش نمشي لويام دونك هي الكلمه الاولى باش تقولها كلمه الختام ويام تحسنا ديزكسترا تيرستر مش فاهم علاش تغزرنا هكا في تقدم شويه ويام باش تقول كلمه الختام للعباد اللي تسمع فيك للزيتيديون تاع جيني سيفيل قول لهم حاجه باش يجيو غدوا بحذاكم يتلموا ويشوفوا بتاتخ فما حاجه انتريسونت في الايفينمون ان توكا جورني ياسر معبيه فيها حاجات نجموا يفيدوا العباد الكل ومرحبا بهم فوالا ميرسي بوكو عايشك ويام مهدي مهدي تاخذ ميكرو مهدي فوالا كلمة الختام خلي لك كلمة تقولها نعمل ديديكاس نعمل ديديكاس هم نعمل ديديكاس لما اوكي احنا على البر سلموا عليه برش سلموا عليه الخويا كيف كيف سلموا عليه طفلة اسمها رؤية طفلة كيك اي طايرة رؤية 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 سمحني ليش ما نسمو فينا من الكلوب ليش كون رؤية ليش كون رؤية توا انفيتي باش يجي غدوة بلا هو سيدي نفدلك نفدلك كلنا نعرفها حسيت سلم عليها نقولوا لها مهدي سلم عليك اي فوالا لبس لبس في الروج مهدي اليوم الحين لبس في الروج حاطط ما نعرفش حاطط نتاع هذا نتاع الشطرنج نتاع المهريز هذيك ما عرفتش نتاع يد المهريز خليك انت زادها كيف كيف رائد اسمك ما نشك فيه خاطر تغزر ورقه خاطر لا رائد صحيح موجود اسمك اسمه امير على فكره حبيت امير اسمك امير ب اوكي اوكي رائد حسيت روحي مول البيفيت تفكر رائد وانت شو رائد دونك مرحبا بكم في لينيت ان توكا مرحبا بكم في الفوروم جيني سيفيل غدوه هذايا معناها فرصه ما مش تصير كل يوم خاطر ان توكا كيما حكيت معناها ما ثماش حتى ليكول عملت حاجه كيما هكايا ونحب نقدم تحيه حتى انا بون عائلتي امي وبابا واخواتي الزوز والعباد اللي نعرفهم الكل نسلم عليهم بالشارع نسلم عليهم الكل نرجع لك مهدي مازال يزيد اللي حبيت نشكركم على واحنا نسلم على رؤيه معك اي حتى انا نسلم على رؤيه واحنا نشكروا برشا رؤيه في بالك في بالك اللي خليتك تجي بحذانا اليوم على الاقل رؤيه في الاودون في الاودونس اليوم رؤيه ما شاء الله في الدرايف تايم تقريبا يسمعوا فينا في الكراب الكل يعرفوا اسم رؤيه في بالها تو الناس كل في بالها برؤيه الناس كل اون بلوس بالفيديو من بعد رؤيه صوت وصوره الاولاد ميرسي بوكو يعطيكم الصحه شكرا شكرا لكم نذكركم الدات غدوه في لينيت تكونوا موجودين بارتير دو 9 الصباح العباد اللي ما تقومش نشجعكم فما ماكله فما فما موسيقى زاده وفما السوجي هذا اللي مسؤولين مش قاعدين نحكيوا عليه مسالش على الاقل الجونيس نتاعنا اللي قاعدين يقراوا لي زانجينيور تبارك الله عليهم يخموا هما في المستقبل البنيه التحتيه بالنسبه للبلاد هذا الفوروم اللي اسمه باش انجينيرينج داي Engineering Day Civil Engineering Day voilà كيكو voilà donc merci beaucoup يعطيكم الصحه شكرا لكم اللي كنتوا معنا احنا مازلنا متواصلين حتى للسبعه نتاع العشاء نذكركم تلعبوا معنا لي جو على الباج فيسبوك ولا بالتليفون على 31 36 37 50 بالنسبه للفيسبوك لي انفيتاسيون للفيستيفال دي كولور 6 انفيتاسيون اذا كان جاوبونا الابل وقتاش تاسست نذكركم اللي هي في افريل دونك اذا كان ماكمش قلقين ماكمش تعبين ما عندكم حتى شيء عندكم باج ويكيبيديا ويكي تعرف لي 1 افريل دونك حاجه سهله برشا قاعده كان العام قعد كان العام بالنسبه للانفيتاسيون للسواري اللي منظمتها ترافل تو كلمونا على 31 36 37 50 نمشيو للموسيقى باش نرجعوا ل 2003 من الالبوم نتاع دير ديفل دونك من عند ايفانيسونس ضحكني غنيه برشا كنت نعرفها ديجا قبل ما نعرف الانجلي فما سيحه تقول سايبي او شددها من الشباك سايبي قال لها سايبي طيحني معاك صابر في التصوير التحق بينا صابر اليوم غازي عمل 8 9 جودمو مخ يقف معناها الاولاد ما فهموا شيء وانا ما فهمت شيء نبيل ما فهم شيء هي ثماش جهاز روحه وخرج انا تعب من البساطه ما عادش نجم تعب من البساطه دونك فوالا نمشيو للموسيقى توصلنا حتى اغنيه السته نتاع العشيه من عند امينه فاخت سلطان حبك سينو خليكم مع ايفانيسونس في برينج مي باك تو لايف رجع معكم حتى للسبعه نتاع العشيه مرحبا كاب اف ام الكلمه ليك